ممكن واحد يصوب، ماكو احد، بعد الكره عندنا، انطيني 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 اياها، انطيني اياها انطيني اياها، يا سلام عليك، هي الكره، يلا يا حبيبي مرر لي لا يا مصطفى، لا 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 لا, لا, لا. غريب، اللاعب ما جاي تجي تسديداته على المرمى، لازم ادرب اللاعب على التسديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم يا شباب؟ رجعتكم فيديو جديد، واليوم نبدي ان شاء الله كن اسطوره الحلقه الاولى يا حبيبي. طبعا قبل ما ابتدي اطلب من عندكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 600 لايك. يا شباب، اول حلقة اليوم هي كن أسطورة، راح أبدي طبعا بلاعب جديد اسمه مصطفى كالعادة. عمر اللاعب أعتقد ينطونا 16 أو 17 سنة، ونحاول نوصله للقمة هذه السلسلة بكل بساطة. فراح أبديها هذه المرة يا شباب بالعام الفائت أو بالنسخة 2019، بديناها بالدوري الإسباني ولعبنا الدهويسكا. هالمرة راح نلعب بالدوري الإنجليزي ونشوف الفريق اللي راح نلعب به، بس طبعا الدوري الإنجليزي الدرجة الممتازة، يعني الممتاز، ما نلعب بالدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، فراح نلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز. خلي نشوف ويا من راح نوقع أو يا فريق راح ينطونا. طبعا طاقة اللاعب راح تكون هي بين 73 إلى 75 بهالحدود. جديد طبعا، أكيد اللاعب جديد. إن شاء الله إن شاء الله نخلي هذا اللاعب يلعب بأكثر من فريق وأكثر من بطولة، نحقق ونعبر الطاقة الرقمية اللي حققناها بالنسخة السابقة. يعني إذا هذا الخيار خليناه مرتفع راح تكون انتقالات الكمبيوتر مرتفعة جدا، فإحنا نخليه مرتفع نسبيا، يعني شيء طبيعي تقريبا. الراتب أريده سنوي. الصعوبة لا، مو نجم متميز، لاعب ممتاز بكون أسطورة. أنا ألعب لاعب ممتاز طول السلسلة، ما أغيرها لأن الكاميرا تكون تحت فتصير صعبة علي. لاعب موجود، لاعب أساسي، أكيد لاعب أساسي إحنا راح نصممه. جنسية اللاعب بالعام الفات يا شباب أخذنا فرنسي، وهالسنة أيضا فرنسي أعتقد، لأن أنا أشجع المنتخب الفرنسي فأريد اللاعب يلعب بالمنتخب الفرنسي. خل أضبط شكل اللاعب وأرجع لكم. خلصت من الوجه يا شباب ومن تصفيفة الشعر، فشكل اللاعب صار عندي بهذا الشكل. طبعا بنية الجسم لحد الآن ما ضبطتها. هذا شكل اللاعب، طبعا عمره 16 سنة، فلهذا يبين بهذا الشكل. بكل موسم مع كل نهاية موسم راح نغير الشكل كالعادة. طوله 182 بدايته، وممكن من هنا لحد ما يصير عمره 20 أو 22 سنة يوصل لل 185، فراح نبديها 182، هذا رأيي. الوزن ذاك الموسم 75 بديناه، بس هذا الموسم أعتقد راح أبديه 77. راح أبدي بهذا الحذاء، تكرمون يا شباب، لأن الشركة ما معروفة، اللون سيلفر. إن شاء الله مع نهاية الموسم راح شوية شوية نطور اللاعب، باعتبار يعني اللاعب جديد، وبعده أيضا أعتقد هاي إضافة جديدة. شوفوا هذا يا شباب، اعتقد اضافة جديدة اضافوها بيس. قفازات اللاعب، طبعا بالشتاء بس البس القفازات، بالصيف ما راح البس قفازات، لون القفازات الاسود. اللاعب بهذا الشكل راح يكون عمره 17 سنة. اذا ما عاجبكم شكل اللاعب كتبوا لي بالتعليقات، اذا حابين اضيف تغيير بالشكل بسيط، ما ادري صراحة، انا صراحة عاجبني الشكل. رقم 5 عجبتني الصراحة هذه الحركة يا شباب، شوف 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 اللاعب ينظر للكرة من تنطلق، حلو، عجبتني التسديد الضربة الركنية. راح اسدد الضربة الحرة بطريقة ديفيد بيغهام يا شباب، اذا عندكم رأي ثاني كتبوا لي بالتعليقات. اوكي يا شباب، هذه تسديد ضربة الجزاء رقم 6، اللاعب يوقف قبل لا يسدد، اعتقد هي راح اختارها. شوف شوف، حلوة 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 حلوة. هذا الاحتفال الاول يا شباب، بما اني لاعب جديد نختار هاي الطريقة. الاحتفال الثاني، طبعا كتبوا لي بالتعليقات الارقام اللي تحبوها نخليها احتفاليه للاعب. وهاي الاحتفاليه الثانيه يا شباب، بما انه اللاعب صغير فراح اخليه لهاي الاحتفاليه. شوف 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 شوف، فهي هاي احتفاليتين حاليا اغيرهم ان شاء الله، بس كتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون ارقام الاحتفالات. دائما كتبوا الشيء اللي انتم تحبونه، وطبعا اللايكات هي راح تحدد. اول شيء راح ادرب اللاعب على المهاجم المراوغ، وهذا المركز اللي راح العب به اللي هو الاي ام اف يا حبيبي. طبعا يا شباب المركز راح يكون نقدر نغيره، يعني نقدر نختار مراكز اخرى، فبدايتنا بهذا المركز، بدايتنا بالمهاجم المراوغ. وهاي طاقة اللاعب، انطونا اللاعب طاقته 70، عمره 17 سنة، فرنسي الجنسية، جري بالكرة 76، تسديدة قوة الركل، وين القوة يا شباب؟ قوة في الركل 76 أيضا ممتازة، التسارع والسرعة أيضا ممتازة يا شباب. لاعب عمره 17 سنة بهذه القوة جدا ممتاز، فراح نقدر نوصل يعني طاقات مهولة إن شاء الله بالمستقبل. وخلي نختار الدوري اللي راح نلعب به.
اوكي بالدوري الانجليزي مع فريق نورويتش سيتي. اعتقد يا شباب هذا الفريق هسه صعد للدوري الانجليزي الممتاز، مو مشكلة، اختارينا الدوري الانجليزي ولعبنا بالدوري الانجليزي ما يخالف، ان شاء الله ننتقل ونطلع من هذا الفريق، اريد العب بالدوري الايطالي بنصف الموسم باذن الله، نقدر نغادر اذا ما قدرنا مو مشكلة. فالمهم هسه احنا بالدوري الانجليزي وبهذا الفريق لاعبنا هذا شكله. اوكي اعلان اسماء لاعبي الفريق الوطني، اكيد احنا ما موجودين بالفريق الوطني بعدنا بالبدايه. الرقم اللي اريده هسه راح اختار الرقم ويقول لي هذا وكيل الاعمال مالتي، جيد. والرقم المفضل نختاره الرقم 10 اكيد. اوه منطيني الرقم 7، والله يا شباب ناري الرقم، مو مشكله انطوني رقم 10 ما يخالف، اذا ما انطوني اياه 7 نلعب الرقم 7، بس لاعب وسط المفروض ياخذ الرقم 10 يا حبيبي. جرب الكره احنا مو بحاجته بشكل كبير، لان لاعب وسط الدفاع تقريبا بهالشكل هذا. السرعه يا شباب ننزلها شوي، ايضا الدفاع ننزله. القوه شنو يقصد بالقوه؟ فخلينا نختار اول مهاره اللي هي التسديد من بعيد، وخلينا نشوف كم يوم يلا نقدر نوصل لها. طبعا 334 يوم، يعني سنه كامله يلا نقدر نكتسبها اذا شخطه واحده نخلي لها. فما اقدر انزل من شيء ثاني لحد الان، احنا نريد نطور اللاعب فلازم تكون بهذا الشكل، ما يخالف سنه كامله يلا نكسب المهاره. هذه الخطه اللي يلعب بيها المدرب مالتنا، طاقتي 71 جيده. عندنا لاعب طاقته 75 يلعب نفس مركزي وهو الكابتن بالفريق، يعني صعبه راح اخذ مكانه بس ان شاء الله نقدر ناخذ مكانه. الرقم ما انطونا اياه للاسف، المدير الفني او المدرب المساعد يقول لي الرقم انت ما تستحقه حاليا، مباريات اليوم فقط ابذل قصارى جهدك، يعني انا احتياط فما راح العب مباراه اليوم، نروح للمباراه نقدر ندخلها. اوكي نقول الثاني يعني ما راح اختاروني. انتهت المباراه وتعادلنا ضد ويست هام باول مباراه لنا بالدوري وانا ما موجود. فيا شباب بما اني راح ابدي بالبدايه بالاحتياط وراح اقضيها بالدكه، فراح نحاول نلعب اكبر قدر من المباريات ممكن. بورلي يتصدر بالجوله الاولى، مانشستر سيتي بالمركز الثاني، ليفربول يتعادلون. اعلان جائزه افضل لاعب في اوروبا وراح تكون من نصيب ميسي او رونالدو، خلينا نشوف من نصيب الليو. ميسي يا حبيبي افضل لاعب في اوروبا، المفروض ينطوها لفان دايك مثل ما صار بالحقيقه. وهسه مباراه واتفورد، اكيد انا ما موجود، اكيد انا احتياط ما موجود. شنو اللي صار؟ موجود؟ خلينا نشوف الرسائل. اوكي انا اختاروني موجود بالتشكيله لكن في مقاعد البدلاء، يعني راح نروح للمباراه ويقول المدرب المساعد قد يتم اختيارك وتنزل للمباراه. اوكي التقاط الصور التذكاريه قبل المباراه، طبعا يا شباب راح تبدي المباراه وارجع لكم بعد ما ينزلني المدرب. خلاص انتهت المباراه، فريقنا افضل كان طول المباراه، سجلنا هدف وفزنا بالمباراه. للاسف ما نزلت، اكيد ما انزل لان الشوط الاول انتهى اصلا 1-0 لنا، فاكيد ما راح انزل. بورنلي بعده بالصداره مع السيتي، احنا بالمركز التاسع حاليا. هسه اليوم الاخير لفتره الانتقالات، طبعا خلاص فتره الانتقالات احنا ما تهمنا، نقدم الوقت مباشره ونريد نلعب، نريد نلعب اول مباراه لنا يا حبيبي، اول مشاركه الي انا. طبعا راح اكون افضل لاعب في تاريخ كره القدم بعد هذه السلسله، واريد يا شباب اوصل لعمر 33 او 35 سنه حتى اعتزل وانا كبير بالسن، يعني ما اريد اعتزل عمري 23 سنه مثل النسخه الفائته او السلسله الفائته. يقول لم يتم اختيارك في التشكيله الاساسيه والاحتياطيه، لكن في المستقبل اعتقد انه سيتم اختيارك ضمن التشكيله الاحتياطيه، فقط ابذل قصارى جهدك. وفزنا بالكاس اول جوله بالكاس، فزنا بها 1-0، وهذا الكاس يا حبيبي مباراتنا القادمه راح تكون ضد كريستال بالاس. بالرسائل يا حبيبي مدرب مساء، او ايضا لا بالاحتياطيه ولا بالاساسيه. فريقنا تعادل هذه المره يا شباب ضد ساوثهامبتون، انا ما جاي اشارك، اتمنى المدرب يخليني اشارك. احنا حاليا بالمركز العاشر والسيتي يصدرون الدوري الانجليزي. مباراتنا ضد مانشستر سيتي، اوهو يا شباب راح العب اساسي اليوم مع ضد مانشستر سيتي يا حبيبي، اعرف او لا 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 اول مباراه الي ضد السيتي يا حبيبي، مباشره الى المباراه وانطونا السيتي. خلينا نشوف التشكيله اللي نازل بها المدرب، وانا نازل بالمركز مالتي اللي خليته، واللاعب صارت طاقته 72 مباشره، لاعب ممتاز جاي يتطور تطور سريع. المشكله يا شباب المباراه على ملعب السيتي وامام جمهورهم. بالنسبه للالوان يا شباب اذا شايفين الالوان مو حلوه اكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نغير شيء بالالوان. ف بداية المباراة مباشرة خلونا نبدي، طبعا الكاميرا راح اختارها الكاميرا
الأرضية اللي من داخل أرض الملعب. خلينا نشوف. أوكي هي الكاميرا، لا 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 مو هاي، أكو كاميرا ثانية، خلينا نضبط الكاميرا اللي أريد ألعب بها. لاعب برقم 7، والله رقم 7 حلو يا شباب كأول مشاركة، وبرقم 7 وضد مانشستر سيتي يا حبيبي. يلا يا مصطفى، يا سلام عليك. هي الكرة، التمرير، اصعد يا حبيبي اصعد، يلا يا صاحبي روح. هي التمريرة يا مصطفى، الله عليك، يا سلام عليك. يلا يلا يلا، اضغط عليه يا حبيبي، اضغط عليه. لو كان هذا اللاعب سريع كان استغل الفرصة. العب يا حبيبي، يا سلام عليك. خلاص نهاية الشوط الأول 0-0، ما قدمت أي شيء أصلا، فريق قوي ضدنا. هذه خطرة، رحيل ستيرلينج، ستيرلينج خطير، أوه مرت كرة ستيرلينج. روح يلا اصعد اصعد اصعد، ممكن تلعبها جوا يا مصطفى، يا سلام عليك. انطني اياها انطني اياها انطني اياها، صوب يا مصطفى، أول تصويبة أوت، حلوة المحاولة الأولى، يا سلام عليك. هي الكرة، التصويبة حلوة، جول، أوه المحاولة الجميلة الأولى على المرمى يا حبيبي. أعتقد المدرب يغيرني بعد هذه التسديدة المجنونة، محاولة جيدة بأول مشاركة إلي الصراحة، التسديدة حلوة كانت. خلاص نهاية المباراة يا شباب، تنتهي تعادل، السيتي يتأثرون لأول مرة بهذا الموسم ضد فريقنا. السيتي مع اليونايتد كل واحد عنده 10 نقاط، إحنا بالمركز 11، تعادل ونقطة ثمينة جبنا من السيتي. طبعا كانت عندنا هنا يا شباب تظهر ثقة المدرب، بس هسه ما موجودة ثقة المدرب. أوه المباراة الثانية ضد أرسنال، لا يا حبيبي مباراة بعد مباراة قوية. للأسف لم يتم اختياري ضمن التشكيلة، فنسوي سكيب وخلي نشوف المباراة ايش قد راح تنتهي. أوه خسرنا ضد أرسنال وصار فريقنا بالمركز 12، فريقنا يخسر ضد ولفرهامبتون 1-0، يتراجع للمركز 14 للأسف يا شباب. أرسنال يتصدرون مع مانشستر سيتي. هسه مباراة كأس ضد كريستال بالاس، وأنا كالعادة ما موجود يا شباب بالتشكيلة، فخلي نشوف إيش قد انتهت المباراة. وخسرنا ضد كريستال بالاس، ودعنا الكأس مبكرا يا شباب. أوكي هذه المرة أنا موجود بالجولة السادسة بالدوري، مباراتنا ضد كريستال بالاس بالدوري هذه المرة، لعبنا اياهم بالكأس خسرنا، فهذه المرة بالدوري وانا موجود. مباشرة صافرت البداية، انا اساسي يا حبيبي. العب جوا على الطرف، يا سلام عليك. يلا الي، هي الكرة، مصطفى مصطفى عند الكرة العرضية، هي الرأسية، اوه يلا يا شباب رد الهدف الاول. الكرة على الطرف، حلوة 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 حلوة، مرر مرر مرر، اوه لا 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 لا، ما وصلت لأي لاعب من فريقنا. الكرة العرضية خطيرة الرأسية، لا 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 زاها خطير، سيصد للكرة حارس المرمى. روح 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 يا حبيبي روح، مرر، يا سلام عليك. هي التصويبة يا مصطفى قوية، اوه المحاولة حلوة، بس ابعد شيل الكرة، اوه بعدها عندهم، خطيرة 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 خطيرة، دير بالك يا مصطفى، التصويبة حارس المرمى يصد ضربة ركنية. إذا عرضت راح تكون خطرة، يلا خلص يا شباب خلصوها، خلي ينتهي الشوط الأول، بعد عنده الكرة خطرة، العب العب يا مصطفى، اضغط علي اضغط علي اضغط علي يا حبيبي، خلصها، ابعد شيل الكرة، خلاص، تدخل، اوه لا 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 لا، الحمد لله ما نطاني كارت اصفر. شوف العرقلة من مصطفى، التدخل كانت على الكرة يا حكم، كانت على الكرة، شلت الكرة اصلا. انا موجود ضمن الجدار، هذه كرة، الهدف الاول لكريستال بالاس، والسبب انا من ضربة حرة يسجلون علينا. لا يا حبيبي خلي نشوف إعادة الضربة الحرة، التصويبة، لا 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 لا، ممكن واحد يصوب، ماكو أحد، بعد الكرة عندنا، انطيني 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 اياها انطيني اياها انطيني اياها، يا سلام عليك. هي الكرة، يلا يا حبيبي مرر لي لا يا مصطفى، لا 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 لا، غريب اللاعب ما جاي تجي تسديداته على المرمى، لازم أدرب اللاعب على التسديد. هذه خطرة زاها خطير، جول 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 جول، الهدف الثاني لكريستال بالاس. شوف الإعادة، شوف الكرة الطويلة خلف المدافعين، تاركينا واحدة زاها حطها بالمرمى، جول. يلا هي هي الكرة على الطرف، يا سلام عليك. يلا 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 انطيني اياها، التصويبة مصطفى سهلة بحارس المرمى. اعتقد راح يطلعني المدرب لين ما سجلت وكنت سيء ببعض الاوقات، بالفعل يطلعني المدرب. اوكي نهاية المباراة 2-0، نخسر بالمباراة يا شباب، المباراة الرابعة اعتقد نخسر بها. ارسنال والسيتي شراكة بيناتهم 17 نقطة كل واحد، احنا بنبقى متراجعين خلف المركز 14. بس مباراتنا الأخيرة بحلقة اليوم ضد إيفرتون، خلينا نشوف المدرب بس نزلني لو لا، بس خلينا نشوف المدرب يا حبيبي. والمدرب أوكي
خلاني المدرب موجود يعني اقتنع بأدائي بالمباراة السابقة. بالنسبة للتدريب يا شباب، راح أقلل من السرعة وأزيد بالتسديد، وأيضا أقلل من جرب الكرة ونزيد بالتسديد أكثر. أريد التسديد يكون عندي فل، من ثم نشوف باقي الأمور. حتى الدفاع ممكن نقلله، أوكي نقلل أيضا الدفاع ونزيد التسديد، خلي نفول التسديد بعدين نفكر باقي الأمور. نروح مباشرة لمباراتنا الأخيرة ضد إيفرتون، وإن شاء الله أسجل بهذه المباراة بإذن الله. أوكي صافرة البداية، انطلاق مواجهتنا الأخيرة بحلقة اليوم ضد أرسنال. طبعا أنا أنسى أني لاعب خط وسط، فدائما مندفع للأمام. وين 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 وين، ليش ترجعها من هناك؟ يا سلام عليك، يلا يا مصطفى، هي الكورة، التصويب عالي عالي عالي. حكم ينطيهم ضربة حرة من مكان خطر جدا، الدقيقة 33، كرة خطيرة خلصها، ابعد، وصلت الحارس المرمى، الحمد لله ما اجى من عندها هدف. خلينا نحاول نسجل، خلينا نحاول نهجم، ما جاي نقدر نسجل. يلا يلا يا حبيبي، هي التمريرة، يا سلام عليك، صوب 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 صوب، الجاي تسوي، سددها قوي على المرمى. ليش 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 ضيعتها يا المهاجم؟ اوه خلاص نهاية الشوط الأول 0-0. طبعا اللعب دائما بنصف الملعب يا شباب، فريقنا جاي يضيع تمريرات هواي، فالمباراة سيئة، أداء سيء بالنسبة للاعبي فريقنا. يلا يا صاحبي، حلو، الكرة على الطرف، أريد محاولة، أريد تسديدة، نحاول نسجل يا شباب، أريد أسجل لي هدف على الأقل، خلي أسجل لي هدف الافتتاحي إلي. يلا يا حبيبي، وين الكرة؟ بعيدة. شوف دائما هذه التمريرات السيئة يلعبوها وتضيع الكرات بدون فائدة. كالعادة يطلعني المدرب لأن اللاعب يتعب. إن شاء الله يا شباب بالحلقة الجاية نحاول نوصل لانتقالات نصف الموسم على الأقل، أو الحلقة اللي بعدها نحاول نسجل أهداف حتى فريق يقبلنا وننتقل لفريق آخر أفضل من هذا الفريق. أحاول أروح للدوري الإيطالي، يعني أي نادي من الدوري الإيطالي، ممكن فيورنتينا، ألعب مع ريبيري. فخلي نشوف إن شاء الله بالحلقة الجاية إيش راح نسوي. نهاية هذه المباراة تعادل سلبي 0-0، أدائي سيء وما جاي أقدم أداء جيد، يعني ما في محاولات على المرمى. أرسنال يفوزون ويصدرون 20 نقطة فارق، نقطة واحدة عن اليونايتد، السيتي يتراجعون للمركز الرابع، احنا بالمركز 14 حاليا بسبع نقاط فقط. إعلان أسماء لاعبي الفريق الوطني، طبعا أكيد ما راح أكون موجود ضمن الفريق الوطني، أنا متأكد من هذا الشيء، فمباشرة نتخطاها. المباراة هذه راح أكون بمقاعد البدلاء، خلينا نشوف مباراتنا ويا من يا شباب، بس خلينا نشوف جدول المباريات. مباراتنا مع استون فيلا الجولة 9 من الدوري الإنجليزي، ووصلنا لنهاية شهر أكتوبر، راح ندخل بنوفمبر. فمباراتنا الأولى بالحلقة الجاية راح تكون ضد أستون فيلا صاحب المركز 20 بالدوري. مباراة توتنهام، أوهو مباراة قوية، أيضا مباراة عندنا بورنلي، ومباراة ليفربول أيضا راح تكون بالحلقة الجاية إن شاء الله، بس ليفربول بالمركز 7. اكتبوا لي نصائحكم بالتعليقات، خلني نشوف هداف الدوري منه. طبعا احنا ما اقدر انافس على الهداف، مستحيل، هدف ما عندي انا كيف انافس على الهداف، بس الهداف محمد صلاح 8 اهداف. ليش؟ لعد فريقهم يظهر دفاع سيء، ليفربول هذا الموسم، ما ادري يعني، فريقهم مركز 7 محمد صلاح هو الهداف. المهم يا شباب، ضغطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، خلينا نوصل لهذا المقطع اكثر من 800 لايك وبس. في امان الله.